يا تبارك الرحمن، لا إله إلا الله. عبد الله والله لا 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 والله أول شيء الصديق بعرفكم عليه اللي ماخذ الترند، الصديق عبد الله الدبيخي. طبعا هو مو هو بايع كليجة، هو رجل عصامي من يوم كان عمره 17 سنة، ورجل أعمال معروف على مستوى الشباب. بس هو من ناحية وسيم، هو وسيم بس إنه ما يعني النجاحات. مساك الله بالخير. هلا ومسهلا. هلا والله، حياك الله. مرحبا، ألف مليون. يا هلا بك، يا هلا والله. عبد الله حين أنت سبب صجة إلى الآن، توا شوف الهاشتاج. كم الهاشتاج توا قريشي؟ 100,000. ولكن أنا بال100,000 هذولا يعرفون بداية عبد الله. حياك الله معنا. يا هلا بك، هلا والله، مسهلا وتشرف إني. الله يسلمك. تشرفت بالخروج مبدئي، يعني كبداية خروج إعلام معك منصور، لمعرفتنا بك سابقة يعني. والله وشي، أنا بسألك سؤال، متزوج ولا لا؟ لا لا لا. طيب علمنا عن عمرك التجاري. تجاري بيئتنا حنا أصلا، يعني كقصمان عموما، يعني من يوم حنا صغار مزروع هذا الشيء عندنا أصلا. بالعمل من البداية، الوالد يعني يعتبر عمله التجارة، يعني غير موظف. الوالد نفس المجال ولا؟ إيه تجارة، فتعودنا إحنا وتمرسنا على هالشيء ذا من يوم إحنا صغار. طيب عبد الله، أنا يوم أشوفك مهرجان جندري، يوم أشوفك بحايل، يوم أشوفك المدينة، يوم شفتك تبوك، كم مهرجان شارك بالسنة؟ كثير عندنا مهرجانات، أصلاً عندنا تنظيم أصلاً مهرجانات ومعارض وكل ذي موجودة. حتى خروجنا بإنتاجنا بالنسبة للشعبيات، وخروجنا بالمهرجانات وتركيزنا على المهرجانات، حضورنا المهرجانات الأصل، يعني أنه نأخذ دراسة جدول طلبات العميل، وش يبغى العميل، مدى تقبله للمنتج الجديد، مدى تقبله للأشياء اللي حنا نجددها مع الماضي على قولتهم الشعبي، أو على الحاضر. طيب أنا بقول لك عبد الله عندهم معامل ما شاء الله منتشرة، متخصصين بصناعة المنتجات الشعبية. عبد الله، كم الفريق اللي معك يقود بهالمهرجانات هذه؟ المهرجانات فريقنا احنا يعني على وقت المهرجانات هذا بتنسيق لحاله، اللي هو تبع تنظيم المعارض والمؤتمرات الموجودة عندنا. لكن بالنسبة للشعبيات، غير انه معاملنا الخاص نتعاون مع خطوط انتاج ثانية تبع مصانع ثانية بنفس الجودة اللي حنا نطلبه ونفس الجودة اللي حنا نبغاه، ناخذ منه الخط الانتاج كامل، نستاجره كامل بعمالته وكل شيء بجودة معينة، نفس الجودة اللي حنا نبغاه. كذا نكون انهينا بعض طرق الانتاج. لكن السعودي عندنا الآن حنا نطلبه طلب كبير، لأنه هو اللي يفيدنا أكثر شيء، يعطيك أفكار، يعطيك هو احتياجاته حتى بالبيت. يعني ليس مجرد عامل، أبد داعم، هو داعم أصلا لنا، لأنه يعطيك الأفكار، يقول لك هذه كذا، يأخذ من العميل نفسه وش وجهة نظره. الأجنبي ما راح يفهم وش يبغى العميل، ما راح يفهم وش فكرته أو طريقته، لكن هذا فاهم وعارف، يعطيك ردوده، يعطيك نظرته بنهاية الموضوع، موصل لك الفكرة 100%، حتى هو بعضهم يكون محفز لك. أنا حقيقة متشرف باللقاء معك. الله يطول لي بعمرك وحنا أكثر. انتظرونا إن شاء الله بتغطية داخل معامل رجل أعمال عبد الله الدبيخي. بإذن الله تعالى. سنوات عبد الله بالجندرية؟ تقريبا 11 أو 12 سنة موجود. عندي أصلا العدد السعوديين بالعشرينات، ما يقارب 22 أو 23، هذول كلهم بايعين كل سنة تقريبا موجودين عندنا. أنا دائما بالخلف، يعني نواقصهم أعرف، أخطاء البائع دائما، وش يبغى وش ما يبغى، لازم إحنا كنت تواصلنا مع العميل، مرات أنزل أغطي مع البائع. ويوم نزلت صارت إيه، السنة هذه خلاص قضية صارت، فما ندري من وين جت، لكن نقول الحمد لله على كل حال. لا ما شاء الله تبارك الله، أمر كويس حينما يجتمع جمال المظهر وجمال المعدن. الله يعني هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال، بيئتنا وديننا وكل شيء الحمد لله، يعني كله ماشي
حتى بشغلنا وبسياستنا. الله يوفقك، وانا سعيد بهاللقاء. وحنا اسعد والله. الله يطول عمرك. الله يسلم. طلعوا بالاعلام على انهم انت وبو ناس سربوا معلومات غريبه اول مره اسمع، وكلام 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 وكلام. والله شوف منصور انت عارف، لكن انه الاشخاص هذول كلهم عندنا تواصل الان، وعندنا فريق اصلا موجود تبع الجرائم المعلوماتيه والالكترونيه باذن الله الجميع. يعني حد واحد ما يستحي لا، لانه معلومات غريبه انا ما اعرفها يعني، فما ندري. فالجميع باذن الله الناس عندهم فضول عن بعض المعلومات، عن معلومات عن عبد الله الدبيخي، بس عاد ما يجي واحد ينتحس شخصيته كاملة، صعب كذا. كل البرامج المشكلة ما تلحق على برنامج واحد معين، الجميع يعني حاولنا إلى الآن بس نجمع الفريق الحين بإذن الله. الله يعيننا وياك عبد الله. سمي وسيمة الجنادرية، وسمي جميل القصيم، وسمي بائع الكليجة، ولكن اليوم هو رجل الأعمال عبد الله الدبيخي. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.